الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. قالت اللجنة القانونية البرلمانية إن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها إرسال مشروع قانون موازنة سنة 2022 خلال الفترة المقبلة لأنها لا تمتلك الصلاحية لذلك. وأضاف عضو اللجنة النائب أميد محمد إن مجلس النواب سوف يشرع قانون الأمن الغذائي خلال جلسة السبت، مشيرا إلى أن هذا القانون سيكون بديلا مؤقتا عن قانون الموازنة إلى حين تشكيل حكومة جديدة لها صلاحية إرسال قانون الموازنة إلى البرلمان لمناقشته وإقراره. قال مسؤولون بوزارة الصناعة إن عدد المعامل والمصانع الحكومية العاملة في العراق لا يتعدى 20% من مجموع المصانع الإنتاجية الموجودة. ونقلت صحيفة العرب الجديد اللندنية عن المسؤولين الحكوميين تأكيدهم أن قطاع الصناعة في العراق كان يمثل 23% من الناتج الإجمالي قبل عام 2003، وكان العراق يحقق الاكتفاء الذاتي في ذلك الوقت للكثير من احتياجاته. وأضاف المسؤولون أن الآلاف من المصانع وقطاعات الإنتاج في العراق متوقفة، وأن وزارة الصناعة تقترض من الحكومة لدفع مرتبات الموظفين فيها دون أمل في السداد. أكد باحثون وخبراء اقتصاديون أن إهمال وتدمير القطاع الصناعي قيدا الاقتصاد العراقي وجعلاه اقتصادا ريعيا يعتمد بشكل كامل على واردات النفط. وأضاف خبراء اقتصاديون أن أغلب الشركات الصناعية المملوكة للدولة شركات خاسرة وتعتمد على موازنة الدولة في توفير التمويل ورواتب الموظفين بسبب استمرار بعضها على الطرق القديمة في الإنتاج التي تعتبر مكلفة مقارنة بالوسائل الحديثة التي تعتمد التكنولوجيا الصناعية فيها. كشفت وثيقة مسربة عن استعدادات يقوم بها الاتحاد الأوروبي تحسباً لانقطاع كامل لإمدادات الغاز الروسي. وتشير الوثيقة التي نشرتها صحيفة بيلد إم زونداك الألمانية أي إلى أن المفوضية الأوروبية ستسمح للدول الأعضاء في الاتحاد بتنظيم أسعار المستهلكين لفترة انتقالية لحمايتها من الارتفاع المفاجئ قبل حدوث نقص حاد نتيجة الانقطاع الكامل لإمدادات الغاز الروسي. قررت الحكومة الهندية حظر صادرات القمح بأثر فوري مع سعي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم لتهدئة الأسعار المحلية. وذكرت الحكومة الهندية أنه سيتم السماح بشحنات القمح شريطة خطابات ائتمان قد صدرت بالفعل. ويعتمد المشترون الدوليون على الهند في الحصول على إمدادات القمح، لا سيما بعد تراجع صادراته من منطقة البحر الأسود منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر شهر شباط الماضي. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز، السلام عليكم.